بيقولوا فيم اليوم معنا الممثل وسام حنا، عنده عدة مواهب وسام، ولكن بالتمثيل عم نشوف يعني هيك تصاعديا الأشياء عم تطلع. عم نتعرفنا على ممثل ومع الوقت صرنا عم نتابع تطور هالممثل بأدوار يمكن ما كنا بنفكر انها بتكون لشخص مثل وسام حنا ولكنه ابدع فيها. اهلا وسهلا فيك وسام. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. اهلا وسهلا وسام. ميرسي. اهلا وسهلا. ميرسي. اهلا وسهلا فيك وسام، وما بعرف قد ايه فادي مأثر فيك ولكنه مأثر فينا. أثر فيك هلا؟ انا أثر فيه وقت اللي كنت عم بشتغله صراحه كثير، يعني الشخصيه الوحيده اللي اشتغلتها هالقد كان يلوي لي قلبي، يعني كنت انسى حالي وتعبني جسديا ونفسيا، يعني القعده طويله لانه الحردبه اللي كانت معموله هي من جسمي، العينين عضلات عيني كانت كثير توجعني. كنت حاسس انه بدي اعمل شيء غير، بس النتيجه كانت انا متفاجئ فيها، يعني انا بقعد بتعاطف معه لفادي، الاصداء اللي عم تجيني كثير كبيره ماني متوقعه. تنقول انه فادي بمسلسل رمضاني يا ريت على شاشه الام تي في هو متوحد؟ هو بارانورمال. بارانورمال وعنده اضطراب شديد بيعمل له اكتئاب لدرجه انه بينتحر دائما، ونوع من التوحد، يعني هيدا 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 الموضوع. فكرمال هيك بنشوف فادي ببيته مع عائلته شوي عنده شخصيه اكثر، بيرتاح اكثر، بس لما بيظهر على الطريق، لما بيظهر بمحل ما بيعرفه، فادي بيضيع. كرمال هيك خلقنا له هيدي كاركتير السمكه اللي معه انه هو بحبها، ولانه ما بيوثق بحدا الا بالسمكه، وبعدين في شخص واحد بيوثق فيه كثير هو امه، بنشوفه باخر الحلقات. وسام يعني هي مغامره كبيره، اول شيء انه الشخص يدخل السباق الرمضاني، ثاني شيء مغامره اكبر انه كمان يروح على شخصيه هالقد بعيده بالشكل وبالمضمون عنه. صح، يعني تحدي من الميلتين. ليش قررت تغامر وكيف اشتغلت تتكون هالمغامره ناجحه؟ لخبرك انا الاعمال اللي اشتغلتها من اول ما بلشت بالتمثيل اعمال جدا ناجحه، ان كان بجذور بسمي لك عشق النساء، سمره، عندما يبكي التراب، يمكن عند 10 عبيد صغار، بس الناس على طول قدم ادوار كبيره. ولاحظ انا انه مثلا باجتماعات الجوائز اللي بتنعرض، ايه وسام شاطر عنده اعمال حلوه، بس بعد في هذا التردد انه وسام بيعتمد على شكله، وسام بيجيبوه لانه شاب حلو بياخذ هيدي الادوار، يعني ما عم بيقدروا بعد لانه شكلي عم بيكون دائما انه لانه شكله حلو هو عم تنفتح له الابواب. اخذت قرار انه انا اعمل عنصر مفاجاه بهيدا السباق الرمضاني ونلعب على هيدي اللعبه. لا شك انه لما انعرض علي الدور انا انرعبت. الشخص الوحيد اللي حمسني انه افوت فيه للاخير كلوديا مارشاليون. وكلوديا انا بوثق بتجاربها لانه عامل نجاحات معها. فهلا لا شك انه انا ماني لحالي، انا اللي حضرته لهذا الدور، كان في معي اللي بوجه لها تحيه كثير كبيره الاستاذه عايده صبره، اللي هي كثير ساعدتني لاقدر اتاقلم بجسم فادي ومشيه فادي وصوته لفادي، لان صوت فادي مش مثل صوتي هلا، يعني اشتغلت عليه بكل تفاصيله. فبحبه كثير، يعني يعني بحط صوري على الانستغرام وبنطره مناطره ومبسوط انه الناس يعني بقول لا سمح الله هيك بعيد الشر، يعني اذا بصير لي شيء لشكلي ما بعتلها بضل مثل. هيدي الشغله الوحيده اللي هلا عندي اياها. ان شاء الله ما بيصير لك شيء وتضل تمثل. هيدا الخوف، الواحد بضل يخاف على حاله وعلى شكله. طيب عم نحكي كثير على فادي، خلينا نشوفه. يلا بنشوفه. شو بال حلو لبك؟ هيدي أول مرة؟ أنا متأكدة إنه في كذا بنت بحبوك. لا ما في حدا بحبني. إيه؟ معقول؟ ليه؟ إنه هيك أنا ما بحب حالي. ليش هني بدو يحبوني؟ أنا رح خليك تحب حالك. مم.
خلص روق تقبرني روق. أنا رح خليك تعب حالك روق. خلص 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 روق. وسام طبعاً الممثل بيلبس كاركتير معين ليقدر يجسده، بس هون بدك تكون فراغ كامل. ايه بده يطلع الإنسان كتير من حاله. أنا مع فادي اضطرت لمحلات تانية، يعني حتى كنت بالبروفا أوقات يصير معي قصص، يعني الواحد لازم يعيشها وقت التصوير، يعيشها حتى وقت البروفا، لأنه حتى وقت الأكل ما عاد آكل مثل كل زملائي، لأنه ما بقدر آكل بدقني. يعني تعذبت كتير فيه للدور، وبس كنت عارف أنه الحمد لله لازم نعمل نقلة نوعية نحن كممثلين لبنانية، لأنه أنا حسيت أنه في جمود شوي بالقدرات، لأن عندنا قدرات كتير كبيرة، بس بتحس الساحة جامدة، كله عم بيلعب نفس الأدوار. لا شك أنه هيدا الشيء اللي عملته أنا حرك شوي حتى الحماس عند البعض. يعني صار هلا كثير ناس زملائي بيحكوني وبيهنوني على الدور، بيقولوا لي شجعتنا نلعب أدوار مركبة. يعني حتى عم تجيني اتصالات مثلا من زملاء لنا بسوريا، كلهم مبسوطين بهيدي النقل اللي أنا عملتها لإلك على صعيد الشخصي. يعني مبروك وسام النجاح، يعني نجاحك بهالشخصية ونجاح كمان العمل اللي عم بتابعوه الناس عبر ام تي في. بس انت ما اكتفيت بفادي برمضان، كمان كان لك مشاركة بالخماسية الناجحة جدا اللي كمان عم نتابعها على ام تي في. انت حبيتها كثير وانا حبيتها كثير، لانه اول شيء سريعة، يعني عندي جاف حبها من قبل، يعني مواسمها السابقة، وبنفس الوقت يعني تشاركت البطولة مع عملاق بمجال التمثيل رفيق علي أحمد، وممثلة مميزة وناجحة جدا باميلا الكيكة، اللي كمان شفنا عن جد هالتناغم ما وراء الدور بيناتكم. يعني شفنا في راحة الممثل إنه يمثل مع الثاني. لك أنا اتصلت بفيليب قلت له عندي خماسية، فيليب أسمر، فيليب أسمر مخرج اللي كمان من حي. أكيد قلت له أنا عندي خماسية بوجهي، يا ريت، لأنه بتعرف لما أكون عامل دور مثل فادي حرام ألعب شيء بوجهه مشان ياخد حقه. لما درست الوضع من كل الميلات وشفت الكاست اللي بوجهي قوي مثل أستاذ رفيق علي أحمد وصديقتي باميلا الكيك، فت بالمغامرة وقريت النص لقيته حلو كتير. وباميلا أنا كتير برتاح أنا وياها، وعندنا تجربة سمرة أنا وياها، وكمان بعدنا طالعين من نجاح كتير كبير عربيا، لأنه كتير منرتاح مع بعضنا ما وراء الكواليس وبقلب المشاهد. فقلنا منلعب شخصية، وتحمست أنا هيك. ساعتها الناس بيشوفوا كاركترين، يعني كاركتر بيكرهوه للآخر برواد، وكاركتر عم يتعاطفوا معه للآخر بفادي. فهيدا التحدي اللي أنا كان عبالي ألعبه السنة، يعني كنت هيك كنت عم بتحدى حالي، يعني مش عم بتحدى حدا، عم بتحدى حالي انه وسام ما انه بس شكل خارجي، وسام عنده قدرات تمثيليه بيقدر يلعب هالدورين اللي ما بيشبهوا بعضهم. وعندنا هلا خماسيه قريبا كمان جمعه الجاي ان شاء الله مع تقلى شمعون، مع ستة تقلى شمعون كمان. هيدي الخماسيه لاعب كاركتير كمان جديد. يعني مين قدك ثلاث ادوار برمضان؟ كون حلاق نسواني. والله فتخيل الكاركتير قد ايه بعيد. هيدا كمان بدك تدرسه. درسته وبعلك كثير فيه. صرت تعرف تعمل شعر؟ لا هيدي ما لحقنا لا تعمل شعر. لا ثاني هلا بعد الحلقه. ولكن يعني فاذا اختيار الادوار بدها كمان ذكاء وتأني، وبدها نتصل بالناس الموثق فيهم ونحكي نحن وياهم، لانه كل خطوه بنعملها نحن هلا كشبيبه موجودين على الساحه ما ممنوع الغلط. يعني فينا نغلط بس مش كتير، يعني ما حدا ما بيغلط، بس انه هلا انا بمرحله ما فيني اغلط كتير، فكرمال هيك لازم اكون عم بدرس كل خطوه عم بعملها. قبل ما تنعرف كوسام حنا، قبل ما تنعرف بعالم الجمال بالاول وبعدين بكل المواهب الثانيه اللي عندك اياها، كنت مفكر بالتمثيل؟ انا اول شيء كنت مفكر بالتمثيل. انا لما خلصت ترمينال قلت له للوالد بدي اعمل ممثل، بدي ادرس تمثيل، هو ما خلاني. وأنا كنت بالثانوية، يعني بتذكر هذيك الأيام كنت الوحيد اللي كل نشاطات الثانوية أعملهم مسرحيات، ومسرحية بيعة البندورة والشخص، وكنت كل ساعة مدار السنة أنا أمثل، وكانوا يقولوا لي بدك تطلع ممثل، بس أهلي ما وافقوا إنه أدرس تمثيل، إنه قالوا لي ما بتطعم خبز بوقتها. بتطعمي خبز هلا؟ هلا عم بتطعمي كثير منيح. ما بعرف النجاحات، ما بعرف ليه أهلي قالوا لي. خلينا نشوف النجاح بالليلة الأخيرة.
ما سمعت شو قال الدكتور؟ قالت غزة مشتكرة كل الطاولة. فدل بيبي. يا الله مين عم بدق اخر الليل ما اجى لدي قوم؟ هلا انا بروح بجيب لك اياه. تعذبك يا قلبي. يلا يا نادين. سوري يا قلبي عذبتك، عم بنسى انك حبلي، لازم اتعود شوي على الفكره. فداك حياتي، يا احلى رجال بالكون كله انت. كيسك حياتي، يلا بالشاي. بالشاي؟ ايه بالشاي. شهد. اشربي بدي يتغذى البيبي، اشربي. صحتين لاحلى ام بالدنيا. ماشي يا حبيبي. هيدي من ايدي كمان. شو حنونة؟ ايه كثير حنون، كثير بحب مرته. يعني حنون من كل قلبك وشرير من كل قلبك. في منهم كثير ها؟ في هالقد وطاوة بالعالم؟ في ايه معلوم. وسام كنت عم تحكي انه انت بهيدا رمضان بدك تثبت نفسك، قلنا ثلاث ادوار، اثنين بصرخة روح وطبعا الفادي بيا ريت. بعتقد بعد رمضان ما حدا ولا حدا بيشكك. اه فكرت ما حدا رح يجيبك. لا بالعكس نقصت. لا الحمد لله بتقدر رح تلحق. ايه يعني لا. المخطط نجح هيك فكره. المخطط نجح، شكرا يا إلي، شكرا على التوضيح. لا اكيد وان شاء الله موعودين بسنه الجاي بعمل ضخم جدا كمان باذن الله. في تفاصيل؟ كلوديا مارشاليون، فيليب اسمر. خلص بس تقول هو هي ضمنت النجاح. ايه ضمننا النجاح. هالمره الشرير حنون. لا كثير رح يحبوا الناس حسب كلوديا ما عم بتقول لي، وايبوك باذن الله كمان. اذا بقى على فكره وسام اللي بقلبه على السيره بعد شوي بيعطيك القصه عشان خبرني النهايه. انا بدي اقول شو عم تعمل برا. لا نحن اكيد بانتظارك باعمال ثانيه، وصرنا عم نتمتع كمان. يعني هالكاركترات يلي عم تاخذها او الكاركترات كمان يلي عم تصير بعد مركبه اكثر واكثر، عم تفوتنا على واقع الاشياء، على الحياه الواقعيه كمان. عم نضل عايشين بالخيال وب شخصيات بلكي منا موجوده حتى بقى بايامنا. يعني حتى حتى يا ريت انا لعبت دور الشاب اللي معه اتش اي في بوزيتيف. يعني هيدي صعبه كمان واحد يقدر يلعبها، لان بتعرف الناس بتصدق الادوار. يعني منا هيني عم بلعب 60 حلقه معي مش يا ريت سمرة. فالادوار اللي عم بخدها فيها دائما بتحمل رساله معينه، وقد ايه هودي الناس كمان الموجودين بالمجتمع مضطهدين كمان ومش مقبولين لغايه اليوم، وكمان الناس اللي بارانورمال مضطهدين من اهلهم. يعني العنف اللي بيشوفوه بالبيت ما بيتقبلون، بيعتبرون هبل. وبنلاقي فادي اذا حطيتيه بمساحه جيده وعطف وحنان بيصير شخص منيح، واذا حطيتيه بمحل فيه عنف بيروح للشر. يعني هذا الشيء المساج الكمان اللي عم نقدر نحاول نفرجيه بيا ريت. ممتاز. الاوقات الحلوه بتخلص بسرعه. بدنا ننتقل على الول اوف فيم تناخذ امضاءك. تفضل وسام. بدنا نتمنى لك النجاح المستمر والدايم. ايه ميرسي. شو بنكتب؟ شو على بالك تكتب دكتور؟ نحن لم نتغير بل استوعبنا. نجيب محفوظ. ميرسي كثير. ميرسي لك وسام. شكرا لك وسام، اكيد عم نتابعك ورح نبقى نتابعك بكل الشخصيات يلي بتأديها، على امل انه دائما تكون الدراما اللبنانيه على المستوى المطلوب وتكون عم توصل رساله معينه، لانه ضروري تكون من واقعنا والا ما بتعتبر دراما عم تنجح.
نشكرك وسام، بتمنى لك النجاح، بتعرف قد ايه بنبسط لك وقد ايه كلنا بنبسط انه نشوفك عم تنجح. ميرسي. خلص وقتنا لليوم بام تي في الايف، مشاهدينا موعد جديد بكره باسبوع جديد بنتابعه نحن وياكم ابتداء من بكره 8:30، كونوا معنا. باي باي. باي باي.